السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. دكتور، هناك من يقول ان قشور البرتقال اذا ما احرقت وطحنت يعني كيبراو فيها الجروح او كيلتئموا الجروح يعني كتشافي بزاف ديال الامراض الجلديه، هذا صحيح؟ نعم اكيد، انا قلت بانها فيها هذوك لي سيسونس، فيها واحد مواد طياره. لا تحرقات واش تحرق؟ لا بلا ما تحرق عليا، ملي الاشياء كلها اللي كتحرق كتولي دواء. الرماد والناس اي الرماد كانوا كيديروه الناس على الجرح ماشي وكانوا كيعالجوا به حدا المياه. فهاد ولو تعملت هاد القشور الليمون ولو دارت طازجه ولو تعملت على الجرح غير هي غتحرق، ما غاديش يقدروا الناس غتحرقهم، لان هذيك الزيوت الطياره هذه اللي غتحرقهم صح؟ كدير وهي ألم. نعم هي تنظف جيدا. فمن جمله الاشياء هذا البرتقال، من جملة الأشياء يعني نستفيد من اللي ما يكونش سؤال، نعطي معلومات للناس يعني نزيد نعمروا هذا المزيد باش يكون داكشي إن شاء الله متكامل وكمال كمال لله سبحانه وتعالى. أشياء دائما ناقصة، البشر دائما ناقص. فشوف البرتقال الخصائص ديالو معروفة، أنه غسل الجهاز الهضمي، تنشيط الخلايا الدماغية والقلب والشرايين والدم، غسل الدم، لأن علاش؟ لأن اللون البرتقالي يمتاز بهذه القضية دي ديال در الدم في الخلايا، كيدوز واحد الفلو، واحد الكميه ديال الدم كبيره في الخلايا، كميه الضخ. نعم سرعه الضخ. ملي كيوصل الدم للخلايا كتكون الخليه نشيطه، ملي ما كيوصلش للدم كيوقع لاسفيكسي اللي كتسمى الاختناق. هذه فالبرتقال اكثر من ذلك يساعد. ان المراه الحامل تاكل برتقال لانه جيد للجنين وكيدوز الاكسجين للجنين. المراه المرضع تاكل برتقال لانه يدر الحليب، لان الخلايا ديال الثدي إذا كانت المرأة البرتقال بكثرة كذا. ونعطيك واحد الآن واحد ممارسة، أن هذيك القشور في الصناعة ديال المعامل اللي كتصنع العصير، عندنا في تالودانت، عندنا في القنيطرة، عندنا في الدار البيضاء، هاد المعامل اللي كتصنع العصير ديال البرتقال، هذيك البقايا ديال البرتقال كيجفوها كيعطيوها الأبقار الحلوبة. الأبقار الحلوبة كيزيد الإنتاج ديال الحليب عند هاد الأبقار الحلوبة هذه. يعني الهدي، واظن ان حتى النساء ممكن يستفيدوا من البرتقال، لانهم لا كالوا برتقال ماشي العصير، ياكلوا البرتقال كله، لان هذه المراه المرضع غادي يزيد الحليب في الثدي ديالها ان شاء الله تعالى. انه كذلك الاطفال الصغار، وحافظ للاطفال الصغار من السعال ومن الاصابه بالبرد وما الى ذلك، ولذلك الاطفال الصغار كيفضلوا الامهات يعطيهم فواكه اخرى بحال البنان والتفاح والمسائل داكشي، وبالعكس وخاصه تعطي ليمونه برتقاله. هي غير شوف حنا مثلا ملي كتمرض بالزكام تيقول لك شرب الليمون العصير. نعم اكيد. فبالنسبه لاصحاب السكري ان عصير البرتقال ما كيضرهمش بحال الفواكه الاخرى، ولكن ما يكونش افراط في تناول البرتقال. ممكن ياخذوا ليمونه، من الاحسن ياكلوا البرتقال كله، لان اصحاب السكر خلنا بخصم الياف خشبيه. وحمض السيتريك هو حمض، طبعا حمض السيتريك هو ما كيحتاج لا انسولين لا والو، وليس سكر، وحمض السيتريك جيد لهاد الناس ديال هادو المصابين بالسكري، ولكن هما عليهم كيف ما كان الحال، ملي كياخذوا العصير كياخذوا سكر زايد وما كياخذوش الالياف الخشبيه. ملي كياكلوا الليمون كياكلوا الالياف الخشبيه والمضادات للاكسده، وكياكلوا شويه هذاك السكر، شويه سكر، طبعا ما غاديينش ياكلوا بزاف لانهم غادي هذو اللي عندهم السكري ما ياكلوش بزاف، ولكن مع ذلك الاشخاص اللي عندهم سكر طالع كثير، اللي عندهم جوج ونص وثلاثه، يحاولوا ما امكن ما يكثروش من الاشياء الحلوه بما في ذلك البرتقال. ولكن اللي معروف في الطب غالبيه الناس اللي عندهم سكري كيشربوا البرتقال، ماشي يشربوا، ياكلوا البرتقال. غير باش نوضح، غير برتقال من الاحسن ياكلوا البرتقال، ما يشربوش العصير، ياكلوا البرتقال. صاحب السكري يتناول البرتقاله ولا برتقالتين، ثلاث برتقالات في اليوم، اربعه، ما كاينش مشكل ياكلهم. علاش؟ لان ديك الالياف الخشبيه مع المضادات للاكسده والليمونين اللي كاينين في البرتقال هما كيخليو الدم يكون احسن يجرى. ملي كيكون الدم جاري عند اصحاب السكري ما يكونش مشكل، ولكن ملي كياكلوا اشياء كتخن الدم، كتعقد الدم، بحال اللحوم، بحال هادشي، تما كيكون مشكل. هذا هو اللي كاين. اما النبات، انما النبات كله لا يضر اصحاب السكري الا الاشياء الحلوه، بحال العنب، بحال الاشياء اللي تكلمنا على التمر وما الى ذلك، ربما تضر هذو اصحاب السكر. وبالنسبه للناس اللي كيعانيوا من الضغط دكتور، واش ياخذوا طبعا؟ نعم جيد، نعم جيد، نعم جيد. من الاشياء اللي كتدخل في
يعني ارتفاع الضغط ترشيح دم هذه باش يجرى الدم ويدور مزيان وتنشيط الدوره الدمويه هو البرتقال. البرتقال يدخل في هذه الاشياء بثلاث مكونات. المكون الاول هو البيكتات، هذوك الالياف الخشبيه. علاش؟ لان كتخلي الكوليسترول ينقص، يعني الالياف هي اللي كتنقص الكوليسترول، هذه معروف. ثانيا بالاملاح المعدنيه الاحاديه اللي منها البوتاسيوم. الشيء الثالث اللي منه حمض سيتريك، وهذه الاحماض هي جيده لانها كتدخل في التنشيط هذه الاعضاء مثل الكبد والطحال وهذا هذه الاشياء. رابعا فيتامين سي، مكون الفيتامين سي والليمونين اللي هي مضادات للاكسده، والمضادات للاكسده هي اللي كتخلي هذا الدوره الدميه تدور بشكل، وهي طبعا هي الحافظه للقلب. هذه الاشياء. اذا يعني شنو هي النصائح اللي تعطي المستمعين من خلال يعني الدراسات على البرتقال؟ نعم. كيفاش غنستافدوا منه؟ الاستفاده من البرتقال هي تناول البرتقال وليس عصير البرتقال. تناول كي يبغي العصير، اللي بغى العصير ياكل العصير، ما كاينش مشكل، انما غادي ياكل سكر. ولكن انت يعني كتنصحنا ناخذوا البرتقاله باكملها؟ لا، لاننا في العصر الحالي، في العصر الحالي نحن محتاجين للمضادات من غير السعرات الحراريه. ما باغينش السعرات الحراريه في هذا العصر، السعرات الحراريه يعني عفا عنه الظهر. الان نحن نتكلم عن المواد القويه في النبات، وهما المضادات للاكسده والاملاح المعدنيه والالياف الخشبيه، هذه هي المهمه، والفيتوستروجينات، يعني هذه الهرمونات النباتيه، هذو الفيتوستروجينات. فيتناول البرتقاله يعني ياخذ حتى 10 البرتقالات، ويمشي مع هذا تناول البرتقال في اليوم من الصباح، ومع هذا يمشي بتناول البرتقال، ما كاينش في اي وقت، في اي وقت يتناول البرتقال في اي وقت، بالنسبه للاطفال، بالنسبه للنساء، بالنسبه لهذ الشيوخ، بالنسبه للمرضى، ما كاينش مشكل، غير صحاب السكري شويه تحفظوا، اللي عنده قرحه المعده يتحفظ شويه. ولكن كاين اللي بعد كيعاني من بعض الناس كيعانيوا من الغازات، كيقول لك بان الليمون كيدير الغازات. أبداً مع العلم انه طارد الغازات. بالعكس، هو ما خصوش يشرب عصير، هذا اللي عنده الغازات خصو ياكل ليمون، لان لي بيكتات هادو الحمض البيكتيك والالياف الخشبيه الدائبه هذه هي تزود بكتيريا القولون، هي اللي كتطرد الغازات. الغازات ما كيسببهمش الليمون، الغازات كتسببهم الحلويات، كتسبب المواد الصناعيه والاكل السريع هو اللي كيسبب غازات. اما الاشياء الطبيعيه لا يمكن. انا كاين اللي كيقول لك القطاني تدير له غاز، البطاطا القصبيه تدير له غاز، البطاطا الحلوه تدير له غاز، هذا خطا. لان مركز في الجهاز الهضمي، الجهاز الهضمي هو اللي مريض، هو اللي عيان. اما ليس هناك خلل في خلق الله سبحانه وتعالى، عشان يعظ الله، لانه يقول وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج. يعني ماشي زوجين بهيج، حتى الزينه في الطبيعه والمسائل هذه، هي الله سبحانه وتعالى يعبر عنها بجماليه القران.